السلام عليكم أزول تحب غزيمة من ربدات جيش حلقة جديدة كيدين الشيماء. الموضوع النهارة خزية دايت جاندي زيت المائدة وجثيوث 10 دراهم 5 يترو وسمانيان فغضي مزدغ نتنديت النادة حماية ذنغوش نرأي نسندي الموضوع عوانيتي ذمت الحل التوران حماية نقص نغطى وضغطة من نيدي توغى تقبر وحماية سنمارة منن قيمت كين غرانكا. وعليكم السلام ورحمة الله ملعش مش جارب وتشمعين. الحمد لله نهارا نسقسي ودان خل الموضوع نزشت جازشت مامي قانشين يجي يعني ندايس 10 دراهم ماشي كمنت ما ترينش دي الزياده يا يعني. انا نفرانك حسبي الله ماني قوان ماني وي انا نفرانك دي الزشت صافي شاد غرام دي مارميتا صافي على صافي غرام دي مارميتا ما خصني بو الزشت وي الفرانك نغمان صافي نغمان حشومه الشركه نزشت الله يخليكم قضي بوبري هنا مع سيدي تمت نسجعوا الله يخليكم اتاني مال الفرانك ما تاني مال الفرانك دي الزشت الفرانك ما يتغنف من حنا شاني ولكن جلالة الملك ماجستي هذه الجاربة ان شاء الله هذه سنقص شوية شكرا عشان الدهم ضط شوية كان شي قد ولد وقت كتابي وقت الحاجة الصحية المعرض خدمة والو كل شيء والو خصنا سنقص هي الحقيقة وجه غناني وهذا ما تعجبش الزياده ما لا زياده ولا تعجب دي مين دي ما وجه غادي الزشت واخا دي السكر المواد الاساسيه اكثر وخصوصا الزشت الزشت البوتاغاز السكر المسائل اللي تجي الاساس ديال الكوزينه خصها ما نوني جينا الطاج نتراجع الزياده تيري درهم 2 دراهم ولكن 10 دراهم دقه واحده ضط الطاج شو واسين السبب ميمي ما مثلا الماديه الاوليه تزي برا ما مش ميمي يعني ندي الزشوا حوايج نغلي لا مثلا شنو السكر شنو تاي شنو مثلا كي مثلا قاع المازوت واني يعني ندورو الدرهم عاود يتعقب واخي 10 درهم مفاجئه خو صندوق نزجت مثلا دي 6 هذه ماني 6 فرانك دي الصندوق ذا الطاس ارني نتسوت تسو دي بودرو سي ارني فرانك 2 فرانك دورو درهم الفرانك قضى الطاس دي 5 يترو المواطن ويخدم شاير خوذ وين قال نغن غادي يتمنيها مزوارو يعني راني خاص نعيش ندور ذا الطاس يشكون شتواليد زعما الحل اللي زمان تقن المواطنين حمايه دي نقص ثمنها نيغ على الاقل هذيك هذيك سي مع الاقل هذي نقص شوي الحل اللي غاكينا قطع نزشت يعني هذي الثمن قد نزشت نغني وهذا سي زمار وسي زمار ستمن مزوار وهذا عادي الثمن يارني العاد ضد التصويق المواطن الحل التوالي خص المسؤولين يغيقن ما نوي وجيش نخو المسؤولين قدام الظروف المواطن العادي نزير ديو ذن الخوق انا ما نجيج الحملة المقاطعة ونصيغ بوزشني ونخو القان ولكن وازم ما ذق المقاطعة لان نزش ضرورية ما روا صيغ مش هذي صغي جنغني يعني تقل مثلا التجارة ذي المطاعم ذي وينات اسخن بالسيف خسن يخص غير السلطه تحاور خانغ واش وتا ثاني غير دروس دروس وا ونتمنى ان شاء الله هذا تراجع عند خوينا الخ زياديه هذا كن شويه السهوان شويه هذا يعني 2 دراهم الله يجعل البركه ورجعي 10 دراهم دقه واحده بزاف هذا الشيء اللي تيديروا على هاد المواطنين راه بزاف اخشي بزاف زياده والله ما عندنا باش نشريوه كاع مره تنزيدوا علينا 2 دراهم تتبقى فينا الخاطر وما عندناش ما خدامش ما رد الراحه وصافي ياك واه اختي بزاف عليكم نتوما بزاف علينا بزاف صلي ما خدامين وحنا ما خدامينش ما خدامينش ما خدامينش والله ما خدامينش الحل اللي كتشوف انت دابا في النظر بزاف على هادشي اللي تيديروا هادشي هاد الشركات بزاف هاد المواطنين خص تكون شويه ديال المراقبه راه ما كاين لا مراقبه لا والو انا شنقولها الحل كاينين الناس دابا كيقولوا لك خاصنا نقطعوا هادشي كله واش انت يعني مع هاد الحل هذا كيفاش الحل تقاطعوا مثلا ما تبقاوش تشريو من عندهم الزيت ما غنشريوش الزيت بهادشي واخا نديرها الشحمه ياك هي نديرها الشحمه ناكلها وما نديرش هاد فضول الزيت ولا هاد الزياده كامله الزياده بزاف معدين علينا بزاف ما كاين لا مراقبه ما تيسولوا فينا ما والو هاد الشعب ديالنا حتى حتى البديل بعدا شويه بلا ما يدير شويه يزما هذه صغي زما القدره شي اي تما يدير شويه مليح هو ولكن خو خدوا له الخدمه والو يودن ضعفا تجاره والو بلا ما يخسر هذيك هذه يخسر الظروف الاجتماعيه من الحل اللي توالد الخو مادام كاين الزياده يا ثانيته والحلاق خاص نكفوس النهي تورين كل شيء وزابو غير الطبقة اللي يجن شوية تغزغ المساكين تغزغ شوية النهي ويزماني شاين ويخدماني النهي باس المسائل ذي النهي خاص النهي غير الحلاق تغزغ
القداني خدمت مشاني مشاني نيني ويزمان غزال من غير خدمت. متشكرش بارك الله فيك.